قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط الجماعة ستة. ما معنى شروط الجماعة؟ هذه شروط صحة الجماعة، أي أن الصلاة الجماعة تصح بهذه الشروط الستة. الأول: ألا يتقدم المأموم على إمامه. لو كان الإمام هنا والمأموم هنا لا تصح، لا يصح أن يتقدم المأموم على الإمام إلا في موضع واحد، إلا إذا كانوا عند الكعبة. تمام، الكعبة هكذا، الإمام في هذا المكان والناس خلفه، لكن إذا كان أناس من جهات أخرى ليس من نفس الجهة، من جهات أخرى أقرب إلى الكعبة منه تصح صلاتهم، لكن لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام من جهته. واضح أو لا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ألا يتقدم على إمامه، وتكره مساواته، ويندب تخلف المأموم عن إمامه يسيرا. ما معنى تخلف المأموم؟ يعني يتأخر قليلا عن إمامه، يرجع للخلف قليلا، لأنه لو حصل أن تقدم عليه لوقعت صلاته باطلة. الثاني: قال أن يجمعهما مسجد أو 300 ذراع في غيره. انتبه معي، يمكن أن نمثل هنا، هذا مكان متاح للتمثيل. لو أن الإمام هنا في محراب والمأموم في آخر صف، وليس في المسجد أحد غيرهما، الإمام هنا والمأموم هنا، تمام، هل الصلاة تصح جماعة أو لا تصح؟ تصح جماعة، ما دام يجمعهما مسجد واحد، مهما تباعدت المسافة بينهما تصح الجماعة. طبعا نتكلم وأعيد أقول لك، هذه شروط صحة الجماعة ليست شروط حصول الثواب. واضح؟ إذن تصح الجماعة مهما تباعدت المسافة بين الإمام والمأموم، ما دام في مسجد واحد تصح الجماعة. هذه الصورة الأولى. أما إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، إذا كانت الصفوف متصلة، الصفوف متصلة ولو إلى خارج المسجد تصح الصلاة مهما امتدت الصفوف. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة والمأموم خارج المسجد والإمام في المسجد، ننظر. فإن كانت المسافة بينهما، أي بين آخر المسجد ليس بين الإمام، إذا كانت المسافة من آخر المسجد إلى المأموم 300 ذراع فأقل تصح الصلاة، وإن كانت أكثر من 300 ذراع لا تصح الصلاة. واضح أو لا؟ إذا كانت المسافة من آخر المسجد إلى المأموم أقل من 300 ذراع تصح الصلاة، وإن كانت أكثر من 300 ذراع 300 فصاعدا لا تصح الصلاة. واضح؟ قال لكم صاحب الزبد: وليقربا منه بغير المسجد، أي إذا كان خارج المسجد، وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع. واضح؟ إذا لم تزد المسافة بينهما على كم؟ 300 ذراع. ولذا قال لكم هنا: أن يجمعهما مسجد أو 300 ذراع في غيره، أي 300 ذراع إذا كان المأموم في غير المسجد. الشرط الثالث: أن يعلم المأموم، طبعا الفاعل في هذه الأفعال هو المأموم، أن يعلم المأموم انتقالات الإمام بأن يراه، أي يرى الإمام، أو يرى بعض المأمومين، أو يسمع الإمام، أو يسمع المبلغ. والشرط علمه بأفعال الإمام بسمع أو رؤية تابع الإمام، إما أن يسمع الإمام أو يسمع المبلغ، أو يرى الإمام أو يرى المأمومين. ثم قال رحمه الله تعالى: الرابع: أن ينوي الاقتداء به، أي بالإمام، أو الاقتداء بالجماعة. الخامس:
أن توافق صلاته صلاة إمامه، أي توافقها من حيث النظم من حيث الأفعال، فلو اختلفت الأفعال لا تصح. فلا يصح مثلا أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف خلف إمام يصلي الصبح لاختلاف نظم الصلاتين. لا يصح لشخص أن يصلي صلاة الجنازة خلف إمام يصلي الظهر لاختلاف نظم الصلاتين. هذا الاقتداء لا يصح، هذه الجماعة لا تصح. قال: فلا تصح صلاة الكسوف خلف الصلاة المكتوبة، وكذا خلف الجنازة، ولا الجنازة خلف الصبح. السادس: أن يتابعه، فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر باطلت صلاته، أو تخلف بعذر كبطء القراءة عذر إلى ثلاثة أركان طويلة. هذا مما فاتني أن أذكره في هذه التقاسيم. إذا تأخر عن إمامه بركن واحد، بركن واحد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا تأخر عنه بركنين فعليين طويلين أو قصيرين، طويلين أو قصيرين، شرحت هذا أم لا؟ لا، شرحت هذا أم لا؟ ركنين فعليين طويلين أو قصيرين، شرحت هذا قبل قليل عندما قلت لكم الأركان الفعلية تنقسم إلى قسمين: أركان فعلية طويلة وأركان فعلية قصيرة. قلت لكم بعد قليل سنحتاج إلى هذا، جاء الموعد. الحالة الثالثة: إذا تأخر عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. انتبه معي. الصورة الأولى: إذا تأخر المأموم عن الإمام بركن واحد، بمعنى الإمام يقرأ الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة، الإمام ركع، المأموم لازال يقرأ الفاتحة، الإمام اعتدل، المأموم لازال قائما، حصل التخلف بكم؟ بركن، الذي هو الركوع. الإمام سبق المأموم بركن واحد الذي هو الركوع. ما حكم صلاة المأموم؟ نقول فيها تفصيل: إذا كان عامدا، يعني إذا كان المأموم عامدا فهو آثم وصلاته صحيحة لا تبطل، وإذا كان معذورا بأن نسأ، حصل له سهو لم يقرأ الفاتحة فأراد أن يستدركها أو نحو ذلك، إذا كان معذورا فإنه لا يأثم، وأيضا صلاته صحيحة من باب أولى. إذن انتهينا من الحالة الأولى، واضح ولا؟ واضح. طيب: إذا تأخر عنه بركنين فعليين طويلين أو قصيرين، صورتها أن الإمام يقرأ الفاتحة، المأموم خلفه يقرأ الفاتحة، الإمام ركع، تمام، المأموم ما زال قائما، الإمام اعتدل، المأموم ما زال قائما، الإمام سجد، المأموم لا زال قائما. إذن كم بينه وبين إمامه؟ ركنان: الركوع واحد والاعتدال، تمام. الآن الإمام ساجد، الإمام ساجد والمأموم لا زال قائما، بينهما ركنان: الركوع والاعتدال.
صح؟ واحد طويل الذي هو الركوع، والآخر قصير الذي هو الاعتدال. إذا تأخر عنه بركنين فعليين، سواء كان طويلين أو قصيرين أو واحد طويل واحد قصير، ما الحكم في هذه المسألة؟ نقول فيه تفصيل. إذا كان عامدا بطلت صلاته. لماذا بطلت صلاته؟ لفحش المخالفة، مخالفة فاحشة. إذا كان عامدا بطلت صلاته، وإذا كان معذورا إما بجهل أو بنسيان فإنه لا تبطل صلاته. تمام؟ انتهينا من الحالة الثانية. في فرق بينها وبين الحالة الأولى أو لا؟ في فرق، هناك لا يوجد بطلان في الحالة الأولى، في الحالة الثانية يوجد بطلان. طيب الحالة الثالثة، إذا تأخر عنه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، نقول ما العذر؟ ننظر إلى الأعذار. هنا أعذار مخصوصة، نقول أولا في قسمين، إذا كان غير معذور تبطل الصلاة مباشرة، لأن من باب أولى تبطل الصلاة. إذا كان في ترك الركنين الفعليين تبطل الصلاة، من باب أولى ترك ثلاثة أركان طويلة فصاعدا أن تبطل الصلاة. إذا كان غير معذور تبطل الصلاة مباشرة، لكن إذا كان معذور نقول ما هو العذر؟ هنالك أعذار مخصوصة، مثل شك في قراءة الفاتحة، أو بطء القراءة، عنده ثقل في اللسان لا يستطيع أن يقرأ سريعا، تمام؟ أو ازدحام المكان فلا يستطيع السجود مثلا، أو حصل له نسيان. هذه كم أعذار؟ أربعة أعذار. هذه أعذار مخصوصة. قال كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان، أربعة أعذار. في هذه الحالة إذا كان معذورا بأحد هذه، إذا كان حصل له أحد هذه الأعذار الأربعة فإنه يكون معذورا، تمام؟ أما غيرها فليس معذورا. إذن يعذر متى؟ إذا حصل له أحد هذه الأعذار الأربعة. صورتها ممكن نمثل لها، فنقول شخص يقرأ الفاتحة، ركع إمامه ولا زال لسانه ثقيل في قراءة الفاتحة، اعتذر الإمام وهو لا زال قائما، سجد الإمام، قام من السجود، سجد السجدة الثانية، قام الإمام للركعة الثانية ولا زال قائما، واضح؟ كم الأركان التي بينه وبين إمامه؟ هنا لابد أن تكون الأركان ماذا؟ أركان طويلة لا تحسب القصيرة. بينهما الركوع واحد، وبينهما السجود الأول والسجود الثاني، كم؟ ثلاثة، انتهت تماما، لا تحسب الأركان القصيرة. إذن نقول حصل التخلف بثلاثة أركان طويلة، نقول حينئذ أنت أيها المأموم الذي لازلت واقفا مخير بين أمرين، إما أن تسقط الركعة، تسقط الركعة تلك وتواصل صلاتك مع إمامك وقبل السلام تأتي بركعة واحد، وإما أيها المأموم تنوي المفارقة وتكمل صلاتك بنفسك. اثنين، واضح ولا؟ إذن في هذه الحالة الثالثة لابد أن تكون الأركان أركانا طويلة، ولابد أن يكون معذورا بهذه الأعذار، وعند حصول ذلك الأمر نقول له أنت بالخيار بين أمرين، إما أنك تلغي تلك الركعة وتصلي مع الإمام، تكمل الصلاة مع الإمام وقبل السلام تأتي بركعة، وإما أنك تنوي المفارقة
وتكمل صلاتك بنفسك. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، أعيد قراءة المتن: السادس أن يتابعه، فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر بطلت صلاته. على أي حالة يتكلم؟ أعيد القراءة، انتبهوا للسبورة وقولوا لي على أي حالة يتكلم. السادس أن يتابعه، أي أن يتابع المأموم الإمام، فلو تقدم المأموم على إمامه بركنين فعليين أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر، على أي حالة يتكلم؟ هنا أو هنا أو هنا؟ هنا. هل يتكلم على هذه أو هذه؟ هنا هنا، نعم هنا. إذا تأخر عنه بركنين فعليين، لاحظ معي أنه قال بركنين فعليين، لم يقل طويلين ولا قصيرين. في بعض النسخ بركنين فعليين طويلين، كلمة طويلين خطأ أشار إليها في الهامش، بركنين فعليين مطلقا في هذه السورة، سواء كان طويلين أم قصيرين، إذا كان بغير عذر بطلت. إيش تفهم؟ أنه لو كان بعذر لا تبطل، صح؟ هكذا تفهم. وتفهم أيضا أنه إذا تأخر بركنين عمدا بطلت، أما لو كان بركن فلا تبطل. إذا لابد أن تعمل فكرك في الضوابط والمحترزات. اقرأ مرة أخرى العبارة، انظر ماذا قال. قال أن يتابعه، فلو تقدم على إمامه بركنين فعليين، تفهم أنه لو تقدم عليه بركن أو تأخر عليه بركن لا تبطل. ثم قال أو تأخر عنه بركنين فعليين بغير عذر، تفهم أنه إذا كان بركنين فعليين لكنه معذور فإنها لا تبطل. متى يكون البطلان؟ إذا كان بركنين فعليين طويلين أو قصيرين لكن عامدا بغير عذر، هنا تبطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تخلف بعذر كبطء القراءة. هو ذكر عذرا واحدا، وذكرت لك كم؟ أربعة: الشك أو بطء القراءة أو ازدحام المكان فلا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض أو حصول النسيان. قال أو تخلف بعذر كبطء القراءة، عذر إلى ثلاثة أركان طويلة، أي أن هذا خاص بالأركان الطويلة دون القصيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كم باقي؟ أوه ممتاز، جميل جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، وهو مرحلتان. شكر الله لك، ما شاء الله. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو مرحلتان: قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. انتبه معي، الصلوات الخمس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا رخص السفر الطويل أربع، ثنتان تتعلقان بالصلاة: القصر والجمع، صح؟ القصر والجمع. عندنا أيضا المسعى على الخفين ثلاثا، هذه رخصة للسفر الطويل. وعندنا أيضا الإفطار في رمضان، رخصة في السفر الطويل. إذا نقول الرخص في السفر الطويل التي تتعلق بالصلاة رخصتان: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. الصلوات الخمس إذا كانت رباعية يجوز فيها القصر، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، صح؟ ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هنالك صلاة لا تقصر لكنها تجمع، ما هي؟ المغرب، لا تقصر لكنها تجمع، صح؟
وهنالك صلاة لا تقصر ولا تجمع الصبح، بقية الصلوات تقصر وتجمع الظهر العصر والعشاء. إذن نقول الصلوات الخمس على كم قسم؟ ثلاثة أقسام، منها ما يقصر ويجمع الظهر والعصر والعشاء، ومنها ما يجمع ولا يقصر وهي صلاة واحدة المغرب، ومنها ما لا يقصر ولا يجمع وهي صلاة الصبح. ممتاز. ما معنى قول الفقهاء السفر الطويل؟ السفر الطويل هو مسيرة يومين بسير الرجال وحمل الأثقال، يعني إذا كانت تمشي القوافل مسيرة يومين بسير الجمال، تمام؟ يعادل بالكيلومترات تقريبا 83 كيلومتر. فإذا كانت المسافة التي تريد أو إذا كانت المنطقة التي تريد أن تسافر إليها تبعد هذه المسافة فأكثر، نقول هذا السفر سفرا طويلا، يجوز لك أن تقصر وأن تجمع وأن تمسح على الخفين ثلاثا وأن تفطر في رمضان إذا كان رمضان. واضح؟ هذا إذا كان السفر طويلا. إذا كان السفر قصيرا 60 كيلومتر 70 كيلومتر 50 كيلومتر مثلا، ليس لك أن تترخص بهذه الرخص، لأن هذه الرخص الأربع خاصة بالسفر الطويل. هذا أمر لا بد أن تنتبهوا له، أن تفرقوا بين السفر الطويل وبين السفر القصير. هنا يقول ويجوز للمسافر سفرا طويلا، عرفنا ما معنى الطويل، مباحا. أما إذا كان السفر سفر معصية، سافر ليقتل، سافر ليزني، سافر ليشاهد مباريات كأس العالم في روسيا، واضح؟ هذا سفر معصية. إذا كان السفر سفر معصية لا يجوز له ترخص، لا بالجمع ولا بالقصر ولا بالإفطار ولا بالمسعى الخفين ثلاثا، لأن العاصي في السفر، لأن العاصي بالسفر ليس موضع الرخصة. فعندنا قاعدة فقهية تقول الرخص لا تناط بالمعاصي، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة بشرط غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، أي غير قاصد لإثم. أما إذا كان قاصدا لإثم فإنه يأثم إذا أكل من الميتة مع أنه مضطر، إلا أنه يأثم. إذن لابد أن يكون السفر ليس سفر معصية. فقال هنا ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو مرحلتان، أي مسيرة يومين، أي يعادل 83 كيلومتر تقريبا، وإن كان هنالك اختلاف بين العلماء المعاصرين في التقدير، قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. لكن أيها الفضلاء، يقصر الصلاة المؤدات، أما الصلوات المقضية لو كان في أثناء السفر وتذكر أنه نسي صلاة في الحضر فهذه الصلاة لا يقصرها، هذه يصليها أربعا، لأنها وجبت عليه كم؟ وجبت عليه أربع ركعات. فهذا الشخص سافر مثلا إلى جاكرتا، وفي جاكرتا تذكر أنه أمس عندما كان في جورجيا، واضح، نسي أن يصلي العصر، أراد أن يقضيها في السفر، أراد أن يقضي صلاة الحضر في السفر، نقول له ماذا؟ يجب أن تقضيها أربع ركعات، لا يصح أن تقضيها ركعتين. فإذا قضى صلاة الحضر في السفر صلاها كم؟ ركعتين. طيب العكس، لو عاد إلى جورجيا، تمام؟ عاد إلى هنا وعندما وصل إلى بلاده تذكر أنه عندما كان مسافرا في جاكرتا مثلا نسي صلاة العشاء، سيصليها هنا، كم سيصليها ركعة؟ سيصليها أربع. لماذا لا يصليها ركعتين؟ لأن الركعتين إنما تكون للمسافر، وهذا الشخص قد انتهى في حقه السفر فتنتهي عليه رخص
السفر. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر أو عكسه أتمها، أي في الصورتين يتم الصلاة. ومعنى يتم الصلاة يعني يصليها كم؟ أربعا. قال: ويشترط قصد موضع معين فلا يقصر الهائم. ما معنى الهائم؟ الهائم هو الذي يسافر من مكان إلى مكان وليس له مكان يقصده، مثل ما كان يحصل من بعض الصوفية، يتنقلون من مكان إلى مكان، من قرية إلى قرية، من منطقة إلى منطقة، ليس له مكان إلا السياحة في الأرض، ليس له مكان يقصده. هذا الهائم ليس له أن يقصر، لأنه لا يسمى مسافرا. المسافر لغة هو الشخص الذي يقصد مكانا محددا، أما الذي ليس له وجهة وليس له مقصد فهذا ليس مسافرا، وبالتالي ليس له أن يترخص برخص السفر. قال: ويشترط قصد موضع معين فلا يقصر الهائم، ولا وألا يصلي خلف من يتم الصلاة. إذا صليت وأنت مسافر خلف شخص يصلي أربعا فيجب عليك أن تصلي أربعا، هذا بالإجماع. إذا صليت خلف شخص يصلي أربعا، سواء هذا الذي يصلي أربعا مقيم يعني من أهل البلد مستوطن، أو كان مسافرا مثلك وصلى أربعا، في الحالتين ما دام أنه صلى أربعا سواء كان من أهل البلد أو كان مسافرا مثلك وصلى أربعا، في الحالتين يجب عليك أن تصلي أربعا، حتى لو أدركته في آخر جزء من صلاته، قلت الله أكبر كبرت، قال هو السلام عليكم ورحمة الله، يجب عليك أن تصلي أربعا، لأنك أدركته في جزء من صلاته وهو يصلي أربعا فتصلي أنت أربعا. قال رحمه الله تعالى: وألا يصلي خلف من يتم الصلاة أو شك أنه متم أو قاصر. أنت صليت خلف شخص لا تدري هل هو سيتم الصلاة، سيصلي أربعا أو سيقصر الصلاة، هل يجوز لك أن تقصر؟ أقول لا يجوز لك أن تقصر. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة فقهية تقول الرخص لا تناط بالشك، الرخص لا تناط بالشك. إذا شككت في الرخصة هل هي جائزة أو غير جائزة؟ هل تفعل الرخصة؟ لا، لأن الأصل وجود الرخص أو الأصل عدم الرخص؟ عدم الرخص، الأصل عدم الرخص، واضح؟ وبالتالي إذا شككت في الإمام هل سيقصر أو لا يقصر؟ نقول الأصل عدم القصر، إذن تتم صلاتك. قال: وأن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. أما لو كبر تكبيرة الإحرام ولم ينوي القصر ونوى القصر في أثناء صلاته، نقول له لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، بل يجب عليك أن تصليها تماما أي أربعا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا الجمع بين الظهر والعصر. بالنسبة للجمع هذا بسيط، نختم الجمع ثم نقف إن شاء الله. لا يحسن أننا نترك الجمع إلى الغد وقد تكلمنا على القصر. كم أسباب القصر؟ كم أسباب جواز القصر؟ قصر الصلاة. متى يجوز لك أن تقصر الصلاة الرباعية؟ متى؟ ها؟ إذا سافر سفرا طويلا، ممتاز، يعني بالسفر، صح؟ هل هنالك سبب آخر يجيز لك أن تقصر الصلاة الرباعية غير السفر؟ في المرض يجوز القصر؟ أن تصلي الظهر ركعتين؟ لا. هل هنالك سبب آخر غير السفر يجيز لك قصر الصلاة الرباعية؟ لا يوجد. ليس للقصر إلا سبب واحد، السفر، بخلاف الجمع. ولذلك فرق بين هاتين الرخصتين. الجمع له أكثر من سبب،
الجمع يجوز بسبب السفر ويجوز بسبب المطر، هذا المعتمد عند الشافعية، وجوزه كثير من الشافعية، واختاره النووي والخطابي، وهو قول قول للشافعي، وهو مذهب أحمد في المرض. إذن الجمع بين الصلاتين له أكثر من سبب، أما القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. إذن نقول تفضل، الخوف لا تقصر عدد الركعات، إنما يعذر الإنسان في الأركان، واضح؟ أما في عدد الركعات تبقى أربع أربع، لكن يعذر في الأركان، يعذر إذا تحرك كثيرا، تمام؟ لكن في عدد الركعات تبقى أربع ركعات أربع ركعات. إذن نقول أسباب الجمع بين الصلاتين، ممكن نقول ثلاثة، لكن ننبه أن أحدها ليس على المعتمد. أسباب الجمع بين الصلاتين: واحد، السفر، الثاني المطر، الثالث المرض. هذا المرض قلت لك ليس على المعتمد، هذا على قول للشافعي، اختاره بعض علماء المذهب قبل النووي كابن المنذر والخطابي. الخطابي متى مات؟ الخطابي ما تعرفون متى مات؟ النووي متى مات؟ كم؟ أحسنت، 600، لكن ليس 700، 600، أيوة نعم، 676. طيب، كان معاصرا لابن مالك النحو، صاحب عالم النحو. ابن مالك من مشايخ النووي، ابن مالك من مشايخ النووي في النحو، في اللغة. ابن مالك يقول في الألفية، تحفظون الألفية ولا لا؟ أوه، حتى الألفية: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. ماذا؟ ورجل من الكرام، أحسنت، ورجل من الكرام عندنا، قالوا إنه يقصد بهذا الرجل النووي، كان النووي موجودا عنده عندما نظم هذا المقطع من الألفية. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، واضح؟ ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. على كل حال نرجع للدرس، نحن الآن في الفقه لسنا في النحو. طيب، عندنا المرض هذا قلت لك على ليس على المعتمد، أما السفر والمطر فهما على المعتمد. إذن نريد أن نعرف الفرق بين هذه الأسباب الثلاثة. بالنسبة للسفر يجوز لك الجمع، يجوز الجمع تقديما وتأخيرا، أحسنتم. بالنسبة للمرض يجوز تقديما وتأخيرا، أحسنتم. أما المطر فيجوز يجوز تقديما فقط، يجوز تقديما فقط، لا يجوز الجمع بالمطر تأخيرا، ولا يصح الجمع بالمطر تأخير، أن يؤخر المغرب إلى العشاء لأن هنالك مطر، لا يمكن هذا، لا يصح هذا، يكون فقط تقديما، يكون تقديما بشروط. لكن قبل أن أذكر الشروط، هنالك شروط عامة لجمع التقديم، لأن الجمع ينقسم إلى قسمين: إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. شرط جمع التقديم واحد: البدء بالصلاة الأولى، فإذا جمع بين الظهر والعصر يبدأ بالظهر، جمع تقديم. إذا جمع بين المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب. الشرط الثاني: الموالاة بينهما، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما يجمع بين الصلاتين يصلي الصلاة الأولى، تقام الصلاة، يصلي الصلاة الثانية، لا يتنفل بينهما، لا يسبح بينهما، يوالي بين الصلاتين.
اليوم للأسف هذا ثابت بالسنة في صحيحين. بعض إخواننا يريد أن يجمع بين الصلاتين، يكون مسافر ينزل في مسجد يصلي المغرب مع الناس، بعد صلاة المغرب يقوم يلقي خاطرة كلمة 20 دقيقة نصف ساعة، يكمل يقوم يصلي صلاة العشاء جمع تقديم. هذا لا يصح، هذا لم يوالي بين المغرب والعشاء، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع كما تشاهدون في الجمع يوم عرفة، يصلي الصلاة الأولى، تقام الصلاة مباشرة، يصلي الصلاة الثانية. واضح؟ إذن الشرط الثاني الموالاة بين الصلاتين. الشرط الثالث وهذا شرط أيضا مهم، أن ينوي الجمع في أثناء الصلاة الأولى، بمعنى في أثناء الصلاة الأولى، يعني هو سيجمع بين الظهر والعصر، في صلاة الظهر ينوي أنه سيجمع، هو سيجمع بين المغرب والعشاء، في صلاة المغرب ينوي أنه سيجمع. ولذلك من الخطأ، من الخطأ الشائع، وهذا كثير يقع فيه، أنهم يصلون المغرب، بعد صلاة المغرب يقوم الإمام سنصلي الآن صلاة العشاء بسبب وجود المطر، يبدأ الناس ينوون صلاة العشاء. متى ينوون؟ ينوون بعد أن أكملوا صلاة المغرب. هذا غير صحيح. إذا أردت أن تجمع، إذا أردت أن تجمع فنبه الناس قبل الصلاة الأولى، قبل صلاة الظهر أو قبل صلاة المغرب، نبه الناس أنه إذا استمر المطر سنجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، أو سنجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر، نبه الناس بهذا. هذه الشروط الثلاثة في جمع التقديم، سواء كان بسبب السفر أو بسبب المطر أو بسبب المرض. واضح؟ هذا مما يقع فيه خطأ كثير عند كثير من الشباب. طيب، إذا كان الجمع بسبب المطر هنالك شروط أخرى. يشترط أن يكون المطر مستمرا، عندما تبدأ الصلاة الأولى المطر موجود، عندما تكمل الصلاة الأولى المطر موجود، عندما تبدأ في الصلاة الثانية المطر موجود. إذن يشترط دوام العذر، لأنه إذا انقطع المطر، إذا أكملت الصلاة الأولى وانقطع المطر ليس لك أن تجمع. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الجمع سببه المطر، وهنا انتهت الرخصة لأن المطر انقطع، فبأي سبب تجمع؟ واضح؟ إذن لابد من دوام العذر. واحد، الجمع بسبب المطر أيها الفضلاء لمن كان يصلي في جماعة، أما إذا كان يصلي في البيت لا يجمع، لأن الأصل المحكم، النص القاطع في القرآن الكريم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأصل أن الصلاة تقع في وقتها. الجمع هذا على خلاف الأصل، الجمع رخصة لحاجة، فإذا كان الإنسان في بيته لا يحتاج إلى الجمع فلا يجمع، إنما يكون الجمع بالمطر لمن يصلي في جماعة، إذا جاء من مكان بعيد بحيث يناله الأذى بسبب المطر. أما إذا كان داخل المسجد لا يذهب إلى مكان ولا يخرج إلى مكان، أو كان بيته قريب من المسجد، الأصل أنه لا يجمع. ولذلك قال الناظم رحمه الله: إن أمطرت، قال قبل ذلك: كما يجوز الجمع للمقيم لمطر، لكن مع التقديم بدون تأخير، لا يصح جمع التأخير في هذه الصورة. كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم، إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، لابد أن يكون المطر مستمرا في بداية الصلاة الأولى ونهايتها وبداية الثانية. إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. أما إذا كان داخل المسجد، أو إذا كانت الطريق مسقوفة، أو إذا كان قريبا من المسجد، أو كان المطر خفيفا، فمثل هذا لا يرخص له أن يجمع بين الصلاتين. هذا قول جمهور العلماء، ليس الشافعية فقط يقول هذا، قول الشافعية هم، حتى لو قلنا قول الشافعية، الشافعية ليسوا 10 أو 20 أو 30 عالم فقط،
الشافعية عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من العلماء ما وجدوا في هذا القرن، لهم أكثر من 1200 سنة يقررون هذا المذهب ويستدلون له ويستندون إلى النصوص. ليس الشافعية أنا وأنت وفلان وفلان والمعهدين والثلاث المعاهد التي تراها، الشافعية يعمون العالم الإسلامي، لكن مع ذلك ليس هذا قول الشافعية فقط، هذا قول جمهور العلماء حتى من غير الشافعية يقولون بهذا. ومع ذلك أقول لك الأصل أنك لا تترخص إلا إذا ثبتت الرخصة بيقين أو بظن غالب، لأن القاعدة تقول إن الرخص لا تناط بالشك، فإذا شككت في الرخصة الأصل أنك لا تفعلها. وهذا أيضا مما ينبغي لأئمة المساجد ألا يجهلوه، لأنه يعرض الصلاة بالبطلان. ولذلك أنا أوصي الإدارة توصل لهم الفكرة وأنا سأدعمه أن تكون هنالك دورة خاصة بالأئمة، ليس لأحد طلبة العلم، فقط للأئمة، تتعلق بما تصح به الصلاة، ما تصح به الإمامة، شروط الإمامة في الصلاة، قصر الصلاة، جمع الصلاة، أحكام الجمعة وأركان خطبة الجمعة وغير ذلك مما لا يسع إمام المسجد أن يجهله. هذه دورة فقط تكون خاصة بأئمة المساجد دون أحد الناس، لأن هنالك أحكام ينبغي على إمام المسجد أن يعيها. ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قالوا أقرأهم أي أفقههم، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه أكثر من حاجتها إلى قراءة، يقرأ بقراءة فلان وبقراءة فلان وبقراءة فلان جزاه الله خيرا، لكن لا يفهم الجمع والقصر، لا يفهم كيف يجمع بين الصلاتين. ما فائدة أنه يقرأ بقراءة فلان وقراءة فلان والصلاة باطلة؟ ما الفائدة؟ إذن أولا ثبت العرش ثم انقش. يجب على الإنسان أن يتعلم ما يأثم إذا ترك التعلم، ثم بعد ذلك الكماليات والقراءات وكذا، هذا أمر مهم، لا أقول أنه غير مهم، هذا أمر مهم، لكنه ليس كأهمية بطلان معرفة ما تصح وما تبطل الصلاة بسببه. واضح أيها الإخوة؟ أرجو أن تتنبهوا لمثل هذه المسائل جيدا. نعيد مرة أخرى وأعتذر إذا كان الوقت قد أخذنا، نقول أسباب الجمع ثلاثة: السفر والمطر والمرض، على قول أشار إليه صاحب الزبد بقوله في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد. منو حمد هذا؟ حمد الخطابي، واختاره حمد ويحيى النووي. طبعا الخطابي هذا مات سنة 388 هجرية. الخطابي هذا من باب الفائدة خارج الدرس أول عالم شرح صحيح البخاري، لا يوجد عالم قبله شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري في أعلام الحديث، ثم شرح سنن أبي داود في كتابه معالم السنن. نقرأ فقط كلام المصنف هنا ونختم الدرس ونفسح المجال للأسئلة إذا أردتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، هذا تقدم شرحه، تقدم ما معنى الطويل وتقدم ما معنى المباح، الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا لأنه بسبب السفر، وكذا بين المغرب والعشاء. وإذا جمع التقديم فيشترط البداءة بالأولى، هذا مكتوب على السبورة أمامكم، ونية الجمع فيهما، ونية الجمع فيها أي في الصلاة الأولى، وألا يطول الفصل بينهما، هذه الشروط الثلاثة أمامكم على السبورة. قال: وفي جمع التأخير يشترط أن ينوي التأخير قبل خروج وقت الظهر وقبل خروج وقت المغرب، لأنه إذا نوى التأخير في وقت الأولى لا يأثم، أما إذا أخر الصلاة الأولى حتى خرج وقتها ولم ينوي التأخير فإنه يأثم، لأنه لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. نكون بهذا انتهينا من رخصة الجمع. كم بقي عندنا من الوقت؟ كم؟ انتهى الوقت، خلاص نفسح المجال للأسئلة إذا كانت الأسئلة موجودة.
الذي يحب أن ينصرف فلينصرف، الذي يحب أن يسمع فليسمع. كان هنا أخ عنده سؤال كأنه انصرف. نعم تفضل، ممكن تسأل. تفضل. نعم. ماذا؟ الدنو إلى السترة. نعم دقيقة أجيبك على السؤال حتى لا أنسى. الصلاة إلى السترة مستحب ليس عند الشافعية. ابن المنذر نقل الإجماع على استحباب الصلاة إلى السترة، واضح؟ فليس عند الشافعية فقط أن الصلاة إلى السترة مستحبة، هذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، واضح؟ وحملوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة إلى سترة على الاستحباب، لأنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس رأيته يصلي إلى غير شيء، واضح؟ إلى غير جدار في رواية أخرى. إذن هذا يصرف الأوامر إلى الاستحباب. نقول الصلاة إلى سترة مستحبة، وإذا صلى إلى غير سترة فذلك جائز، ليس آثما، وقد نقل الإجماع في المسألة. نعم تفضل. ما دليلهم على سنة القنوت في الصبح؟ الدليل على ذلك أنه ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في صلاة الصبح، منها حديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الحياة. وهذه المسألة من المسائل التي ما شاء الله هذا يحتاج يوم كامل الأسئلة، من المسائل التي قد تثير حساسية، مع أن الأصل أن هذه المسائل الاجتهادية لا تثير الحساسية. الشافعية يصححون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح وأنه داوم على ذلك حتى فارق الحياة، وهذا الحديث لا يصححه أحد، يعني واحد أو اثنين، يصحح الدارقطني ويصحح البيهقي ويصحح الخطابي ويصحح الخطيب البغدادي ويصحح جماعة ابن الصلاح وجماعة من المحدثين، من فطاحل المحدثين يصححون هذا الحديث، وهذا مذهب معتبر. هنالك من يضعف الحديث ويقول بأن القنوت في الصبح غير مشروع، هذا رأي فقهي أيضا معتبر. أنت إذا صليت خلف إمام يقنط فاقنط، صليت خلف إمام لا يقنط لا تقنط، كنت تأم أناسا لا يريدونك أن تقنط، وإذا قنطت ستحصل مفسدة وسيحصل من التعادي والتباغض ما هو أكثر شرا، لا تقنط اترك، لأن القنوط مستحب والكره والبغض حرام، لا تفعل مستحب وتقع في الحرام، واضح؟ هذا من الخطأ. إذا كنت تصلي بناس لا يريدونك أن تقنط لا تقنط، وإذا كنت لا ترى القنوط وتصلي بناس يطلبون منك أن تقنط فاقنط، لأن تآلف القلوب والتعاخي وترك التعادي أعظم مصلحة من فعل السنن. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصدق وحرم علينا الكذب، صح؟ لكن الكذب إذا كان لإصلاح ذات البين يباح أو لا يباح؟ يباح، بل يكون مطلوبا لأنه للإصلاح. وإذا كان الصدق لإثارة النعرات وزرع البغضاء يكون واجبا أو حراما؟ يكون حراما. النمام الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا، هذا صادق، نقل ما قال هذا إلى ذاك، هذا من حيث الصدق صادق، لكنه وقع في أمر محرم، لا يدخل الجنة قتات نمام، مع أنه صادق لكنه أراد أن يزرع التباغض بين القلوب. تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى له فتوى مطولة يتكلم على هذه المسألة. إذا صلى الإمام وكان الإمام يريد أن يقرأ البسملة والناس يرون أن الجهر بالبسملة
يعني عندهم ليس مستحبا. يقول المحافظة على التآخي أولى فلا يقهر بالبسملة. وإذا كان العكس هو يريد أن يسر بالبسملة والناس يريدون أن يقهر بالبسملة، كذلك المحافظة على التآخي والتآلف هو المقدم. إذن علينا أن ننظر في الأمور ونضع كل أمر في مرتبته وأن نقدر كل أمر في حجمه، فلا نحافظ على مستحب ونتعادى ونتباغض ونقع في الحرام، هذا خطأ. إذن الخلاف يا إخوة في الأمور المستحبة الاجتهادية، أنه يقنط في الصبح أو لا يقنط في الصبح، يصلي التراويح 23 أو يصلي 11، يقهر بالبسملة أو لا يقهر بالبسملة، يسجد على الجبهة أو يسجد على العمامة. التعادي والتباغض والتخالف في مثل هذه المسائل قبيح جدا. هذه مسائل اختلف فيها الشافعي مع مالك مع أبي حنيفة مع أحمد، وكل واحد يمدح الثاني، وكل واحد يبجل الآخر، وكل واحد يثني على الآخر. لماذا نحن نتعادى بيننا؟ كان الإمام الشافعي يقنط في الصبح، مع ذلك لم ينقل أن الإمام أحمد بدعه ولا أبغضه ولا حذر منه، مع أن الإمام أحمد أحرص مني ومنك على السنة. أريد منك نقلا واحدا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الشافعي مبتدع يقنط في الفجر. من أعلم بالسنة، أنا أو الإمام أحمد؟ الإمام أحمد وهو تلميذ الشافعي، مع ذلك اختلفوا، ومع ذلك لم ينقل أنه حذر منه أو أنه بدعه أو أنه غمزه أو انتقصه، بل كان الإمام أحمد يبجل ويعظم ويوقر الإمام الشافعي. يقول كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي، ما مس طالب علم محبرة إلا وفي عنقه منة للشافعي. ستة أدعو لهم كل ليلة سحرا منهم الشافعي. قال له ابنه عبد الله بن أحمد يا أبتي أي رجل كان الشافعي؟ فإني رأيتك تكثر الدعاء له. قال يا بني كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، هل لهما من خلف أو لهما من عوض؟ هكذا صلى الإمام أحمد ذات يوم خلف إمام احتجم، تمام، احتجم وصلى مباشرة. هذا الرجل احتجم وصلى مباشرة دون وضوء. الإمام أحمد كان يقول إن الذي له قول إن الذي يحتجم ينتقد وضوءه، لا بد أن يتوضأ. ومع ذلك لما دخل المسجد هذا الرجل احتجم وقام مباشرة صلى بالناس، فالإمام أحمد مأموم. على كلام أحمد، على كلام الإمام أحمد صلى باطلة، صح؟ فقيل الإمام أحمد تصلي خلفه وقد احتجم ولم يتوضأ؟ قال أرأيت لو صلى بي أبو حنيفة أصلي خلفه أم لا؟ أصلي خلفه، لأن أبا حنيفة يرى هذا. الإمام أبا حنيفة يرى أن الإنسان إذا احتجم لا ينتقد وضوءه، واضح؟ إذن إذا كنت أعذر أبا حنيفة فكيف لا أعذر هذا الذي هو أقل علما؟ وإذا كنت تعذر الإمام الشافعي الذي يرى القنوت في الفجر، فلماذا لا تعذر هذا العامي البسيط الذي يقنط في الفجر؟ هذا من باب أولى أن يعذر، هذا من باب أولى أن يعذر، لأنه أقل علما من الشافعي. إذن يا إخوة لابد أن هذه المسائل نعطيها حجمها، نعطيها قدرها، ألا نصنع صداما بيننا وبين الآخرين في مسائل اجتهادية. كوننا نتكلم مع الناس في قضايا إيمانية، في قضايا الاستغاثة بغير الله، ادعاء علم الغيب، تحريم الذبح لغير الله وأنه شرك وكفر، هذه المسائل الجوهرية التي لا ينبغي أن نكسل أو نتخاذل أو نسكت عنها. أما قضية يقنوت في الفجر لا يقنوت، يقهر بالبسملة لا يقهر، يقول التلفظ بالنية مستحب لا يتلفظ بالنية أو يرى أنها بدعة، هذه قضايا اجتهادية الأمة منذ 1400 سنة مختلفون فيها، ولا يمكن نحن أن نحسم الخلاف، الخلاف سيبقى سواء رضينا أم أبينا. من بعدنا الناس سيختلفون وسيستمر الخلاف إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، فعلينا أن نتقبل الخلاف وألا نعيش في صراع وهمي من أجل هذه المسائل الاجتهادية التي وسع الخلاف فيها الأئمة الكبار، فنحن الصغار المساكين
الأطفال من باب أولى أن يسعنا هذا الخلاف. نعم، أين يضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام؟ يضعهما على الصدر كما أشار إلى ذلك المصنف. ما هي طوال المفصل؟ طوال المفصل وقصارها وأوسطها. طوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات، من سورة الحجرات إلى سورة عمة إلى سورة النبأ، هذا تسمى طوال المفصل. أواسط المفصل من عمة إلى إذا زلزلت الأرض زلزالها، مثل الغاشية، سبح، الطارق، الانفطار، هذا تسمى أواسط المفصل. من إذا زلزلت إلى الناس تسمى قصار المفصل. نعم، بين لنا مرة أخرى كيفية الثلاث الخطوات والضربات المتواليات. ثلاث خطوات واضح يا أخي، استيب باللغة الإنجليزية، استيب هكذا خطوة، يعني S-T-E-B واضح، لا يحتاج إلى بيان. هل يقضي الجامع بين الصلاتين عند المطر وهو لا ينوي في أول الصلاة جهلا؟ إذا كان جاهلا فهو معذور، لأن هذه المسائل مما يكثر الجهل فيها. قلت لكم ليس بين العوام بل بين طلبة العلم أحيانا، واضح؟ لكن إذا تعلم بعد ذلك لا يقع في الجهل. الأصل أن هذا من العلم الواجب الذي لا ينبغي للإنسان أن يجهله، واضح؟ فعليه أن يتعلم إن شاء الله. قال: متى هو وقت صلاة الشروق وما هو أجرها؟ في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة في أول النهار عند شروق الشمس. الثاني قال: إذا اغتسلنا من الجنابة ثم لمس الذكر بلا عمد هل يبطل الغسل؟ لا، لا يبطل الغسل، لكن عليه أن يتوضأ، لأن مس الذكر ينقض الوضوء لكن لا يبطل الغسل. نعم، ما حكم المس على الوجه بعد أي دعاء؟ مس على الوجه بعد الدعاء، يكفي أسئلة كثير، هذا للدورة كلها لآخر يوم، ليوم الخميس الأسئلة هذه. المسح على الوجه بعد الدعاء طبعا في الصلاة غير مشروع، تمام، مكروه في الصلاة. أما خارج الصلاة فقد ورد فيه حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وقال عنه الحافظ، لست أنا، قال عنه الحافظ ابن حجر إسناده حسن، واضح؟ فمن رأى أن إسناده حسن فليمسح، من رأى أن الحديث ضعيف كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله، وكلاهما شافعيان، من رأى أن الحديث ضعيف لا يمسح، من رأى أن الحديث حسن يمسح. قد اختلف فيه يعني اثنين من كبار المحدثين، العز بن عبد السلام وأستاذ الدنيا في الحديث ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، الذي يرى أنه ضعيف لا يمسح، والذي يرى أنه حسن يمسح، الأمر واسع لا مشكلة. قال المصنف رحمه الله، أو قال السائل، إيش المصنف السائل هذا؟ هل أنا لم أفهم الخط، هل من لا يستغل الرخص؟ ما فهمت هذا، ماذا؟ تتبع الرخص، أظن أني تكلمت على تتبع الرخص هنا أمس، كأني تتبع الرخص هذا خطير جدا، من تتبع الرخص فقد تزندق. إذا نسي الجلوس للتشهد الأول وقام مستويا، إذا نسي الجلوس للتشهد الأول وقام حتى انتصب أو قارب الانتصاب لا يجوز له أن يعود، فإن عاد عالما عامدا بطلت الصلاة، وإن عاد جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، واضح؟ إذا انتصب قائما لا يجوز له أن يعود. لماذا؟ لأن القيام ما حكمه؟ ركن. والجلوس للتشهد الأوسط ما حكمه؟ سنة. لا يترك الركن لأجل سنة، لا يترك الركن لأجل سنة، تمام؟ قال وذكر هل يرجع؟ لا، لا يرجع، جواب واضح. طيب، ما حكم المسعى؟ هذا أجبت عنه. ما حكم الصلاة قبل دخول الوقت بسبب رخصة كالسفر؟ إن كان بالحافلة وكان السفر طويل وأراد أن يصلي الظهر مع العصر
قبل دخول الوقت بقليل خوفا أن يخرج الوقت. يا أخي بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تصلي الظهر قبل وقتها، لك أن تجمع، واضح، لك أن تجمع بين الصلاتين، لكن ليس لك أن تصلي على، ليس لك أن تصلي على الحافلة وأنت جالس على الكرسي. إذا أوقف صاحب الحافلة حافلته تنزل وتصلي على الأرض، واضح؟ ما أوقفت اتخذ لك وسيلة أخرى في الصلاة، يعني في السفر لا تسافر في حافلة سائقها يأبى يرفض أنه يقف من أجل الصلاة. عندك وقت طويل من الظهر إلى غروب الشمس، أنا لا أتصور أن خلال 5 ساعات أو 6 ساعات يمشي في الحافلة لا يتوقف. ومع ذلك إذا كان كذلك لا تسافر في هذه الحافلة، سافر في طريقة ثانية، سافر بقطار، سافر بسيارة، سافر بجوالة، من سراقين إلى هنا بالجوالة جاء. تمام، هذا يعني خذ لك وسيلة أخرى. هل يسن أذان أبي محذورة؟ نعم يسن أذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة، أبو محذورة صحابي أذن في مكة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه. هل يسن القنوت في الوتر في رمضان فقط أم في جميع الأيام؟ هذه المسألة مما اختلف فيها علماء الشافعية، فمنهم من جعل القنوت في 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 رمضان فقط، بل جعلوا القنوت في النصف الثاني من رمضان، تمام، وهذا هو المعتمد. ومنهم من جعل القنوت في جميع السنة، حتى حصل خلاف ما هو المعتمد، هل الأول أم الثاني. هل يجوز فعل كثير في الصلاة لمصلحة الصلاة؟ قد ضبطنا هذا على السبورة وقلنا الفعل الكثير يبطل الصلاة. هنا قال النية، التلفظ بالنية بدعة أم لا؟ تقدم الجواب عليه قبل قليل، قلت لك الفقهاء يقولون باستحباب التلفظ، أقصد فقهاء الشافعية، فقهاء الحنابلة قالوا معللين ذلك ليساعد اللسان والقلب. إذا كنت تستحضر، أقول لك إذا كنت تستحضر الأشياء الثلاثة، فعل الصلاة، تعيينها، فرضيتها، إذا كنت تستحضر لا تتلفظ، أخرج من الخلاف. تستحضر الأمور الثلاثة لا تتلفظ، تمام. إذا كنت ممن لا يستحضر قال لك الفقهاء يستحب ذلك، أنا أقول لك لا يستحب ذلك إذا كنت تستحضر هذه الأشياء الثلاثة. ما حكم إذا كان الشخص، إيش هذا، سجد وكان له شعر طويل يغطي الجبين؟ هذا لا يضر، تمام. المقصود ألا يكون مغطى بساتر أجنبي، ليس بالشعر الطويل. طيب كيف هذا الخط يحتاج إلى سمكرة، لم أفهم بقية الأسئلة. ما معنى الألثغ والأرت؟ الألثغ والأرت أنا شرحته في أثناء الدرس. جزاك الله خيرا وجزاكم الله خيرا جميعا، وبارك فيكم وشكر الله لكم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من دراسة المسائل الفقهية، فائدة سعة الصدر في الخلاف. عندكم في هذه الدورة محاضرة في آخر يوم بعد صلاة العشاء بعنوان أدب الخلاف، كيف نتعامل مع الخلاف. ومن قواعد الشريعة المجمع عليها أن الخروج من الخلاف مستحب، كلما استطعت أن تخرج من خلاف العلماء كلما كان هذا أبرأ لدينك، واضح؟ فاحرص على أن تخرج من خلاف العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.